مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة بعنوان حماية الحيوانات. بلادنا كتعرف استيطان أكثر من 550 صنف من الحيوانات الفقرية والألاف من الأصناف اللافقرية، منها أكثر من 334 صنف من الطيور وحوالي 100 صنف من الثدييات و98 صنف من الزواحف. ولكن كيفاش يمكن نحميو هذه الثروة الحيوانية؟ تهديدات بالانقراض كطال عدد من الحيوانات في بلادنا، كالدربان والضبع المخطط وغزال مها وغزال أغيس والفنك وغيرها، بالإضافة إلى عدد لا يستهان به من أصناف الطيور كأبو منجل الأصلع والحبارة وغيرها كتير، وذلك نتيجة تعرض مواطنها للتدمير، الشيء اللي كيهدد التوازن البيئي. كيفاش ممكن نحافظوا على هذه الثروة الحيوانية الواقعة تحت طائلة التهديد؟ نشوف الآن رأي مختص في مجال حماية الحيوانات. بالنسبة للموروث الحيواني الطبيعي، هو موروث جد مهم للصعيد الوطني، والاعتماد يعني ديال الاستراتيجية في هذا الشأن كتاخذ بعين الاعتبار جوج ديال المعطيات. المعطى الاول هو يعني المعرفة ديال هذا الرصيد بشكل دقيق، وثانيا إعادة تأهيل ديالو في المناطق ديالو الطبيعية، وهذه يعني في المستوى الثاني. المستوى الثالث ايضا هناك التحسيس اللي يعني كيلعب واحد الدور جد مهم في هذا النطاق هذا، وهنا كاين برنامج كبير. شنو هي التدابير اللي اتخذتها الدولة للحفاظ على هذه الثروة الحيوانية؟ المغرب كيحتل المرتبة الثانية على الصعيد ديال البحر الابيض المتوسط من ناحية ديال يعني التنوع الحيواني بالمجال الجغرافي ديالو. وهنا بالنسبة لنا يعني في المغرب هناك دراسة شمل جميع يعني المناطق المحمية بالمغرب بالمؤهلات الحيوانية ديالها والامكانيات الطبيعية. وما نساوش البيئة منبع الحياة وامل المستقبل، نحافظوا عليها جميعا.